بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أوقاتكم، أيامكم ولياليكم بهذه المناسبة، مناسبة ولادة كريم أهل البيت مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ابن أمير المؤمنين والزهراء المرضية صلوات الله عليهما، سبط الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسمى التهاني والتبريكات نقدمها لولي الله الأعظم مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا صاحب الزمان، أسعد الله أوقاتك، أيامك، لياليك بهذه المناسبة، مناسبة ميلاد جدك كريم أهل البيت المجتبى الزكي السبط الأول لجدك الأكبر المصطفى صلى الله عليه وآله، و التهاني والتبريكات موصولة أيضاً لجميع أهل الإيمان والولاية ولكم سادة الحضور. أشرقت الدنيا وضاء الزمن ليلة ميلاد الإمام الحسن، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ليلة النصف من شهر الصيام، يا ليلة النصف لشهر الصيام، أنعشت بالبشرى جميع الأنام بمولد السبط الزكي الإمام، أصل العطايا والندى والمنن، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ريحانة المختار سبط الرسول، نجل علي الطهر وابن البتول، كريم أهل البيت زاكي الأصول، فمن يدانيه بفضل ومن، اللهم صل على محمد وآل محمد. دخلت الفرحة ودخل السرور على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وقلب أمير المؤمنين، وقلب الزهراء المرضية، وقلوب المحبين للنبي والعترة صلوات الله وسلامه عليهم في النصف من شهر رمضان المبارك في العام الثاني من الهجرة في المدينة المنورة الطيبة، بعد الهجرة وبعد عناء المواجهة مع المشركين والكفار، فأتت هذه الفرحة بلسماً سعادةً على قلوب الطيبين الطاهرين وقلوب محبيهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يقدم للعالم سبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، والكلام حول كريم أهل البيت عليه السلام كثير، إن شاء الله تعالى يصير مجال يوم غد نتكلم فيما يتعلق بولادته، أول الولادة، وما يتعلق بولادة كريم أهل البيت. بودي في هذه الليلة، بما أننا إن شاء الله بعد إتمام الحفل سنكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وهذا الشهر شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفي هذا الشهر ليلة هي عند الله خير من ألف شهر، وهذه الليلة ليلة نزول القرآن، والليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح من قبل الله عز وجل. فأود أن أجعل الحديث باختصار حول اهتمام الإمام الحسن الزكي عليه السلام بالقرآن الكريم. كان يهتم إمامنا الحسن عليه السلام بالقرآن الكريم، يهتم بالقرآن تلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتوجيها، ويسأله الكثير عن آيات من القرآن وعن التفسير، وكان يجيب ويعدل المفاهيم ويصحح المعلومات من واقع القرآن الكريم. فكان القرآن الكريم كل شيء في حياة إمامنا عليه السلام،
فهل نحن نتعاطى مع القرآن الكريم كما كان إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام صاحب هذه الليلة، وليد هذه الليلة، وليد أهل بيت النبوة والإمامة؟ هل نتعاطى مثل ما يتعاطى الإمام الحسن الزكي عليه السلام مع القرآن الكريم، ونحن دائما ندعي حبه والسير على نهجه والسرور في يوم ولادته والحزن في يوم شهادته؟ أذكر لكم بعض الأمور التي تشير إلى اهتمام إمامنا الحسن الزكي عليه السلام بالقرآن الكريم. ذات مرة لقيه رجل، طبيعي الإنسان أحيانا يشوف إنسانا مثله يعبر عن شعوره ويقول له ما هو الانطباع تجاهه. مثلا أنت أحيانا تلتقي بواحد تقول له على سبيل المثال أحسك تعبان، أحيانا تقول له ما شاء الله منور، ما شاء الله متألق، عندك هيبة، سمعتك سابقتك، طيبة، يعتمد على الوضع اللي هو فيه. ذات مرة لقي رجل الإمام الحسن عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله فيك عظمة. استعظم الإمام هذا، قال له فيك عظمة، أشوف فيك عظمة، مو يعني إنسان عادي أنت، هذه العظمة تشع منك. الإمام المجتبى عليه السلام صلح له، قال له بل في عزة، لا تقل فيك عظمة، قال له بل في عزة، فإن الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. على طول رجع إلى القرآن الكريم، بيقول له قل كما قال الله عز وجل. أنا تابع للنبي صلى الله عليه وآله حتى لو كنت إماما بالنتيجة، فهو عد نفسه من المؤمنين، يقول قل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. إذن جعله يعبر، أو إذا أراد أن يعبر عن الإمام عليه السلام فلا يقل فيك عظمة، بل فليقل فيك عزة. وقال للإمام من وين ما أخذ هالمعنى؟ ليش ما استحسن كلمة العظمة؟ تركها الإمام، بدلها إلى العزة، أخذاً بقوله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا واحد. اثنين، ذات مرة دخل رجل مسجد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول فرأيت حلقات علم ودرس في مسجد النبي. حلقات كانوا شيخ عالم جالس ودور مدوره طلاب تلامذة، هو يلقي الدرس والحضور يستمعون. شاف أكثر من حلقة، يقول مررت بالحلقة الأولى فسألت صاحب الحلقة، واحد من العلماء، وهو طبعا على حد تعبيره، يقول فسألته على أنه عالم، أخبرني عن معنى قوله سبحانه وشاهد ومشهود. جنابك تقرأ أنت في القرآن الكريم وهذا قسم، وشاهد ومشهود يعني شنو؟ حلو أنك تعرف لما تقرأ القرآن شنو المقصود، لأنك أنت قاعد تكلم تخاطب الله عز وجل، والله يخاطبك، هذا كلام الله وأنت قاعد تقول كلام الله. فشنو معنى وشاهد ومشهود؟ هذا الرجل سأل المعلم اللي في الحلقة الأولى ما معنى وشاهد ومشهود؟ قال الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، يوم 9 من ذي الحجة. قال له جزاك الله خيرا. يقول مشيت شفت حلقة ثانية في مسجد النبي، سألت صاحب الحلقة العالم اللي قاعد يدرس قاعد يحكي، يقول سألته ما معنى قول الله سبحانه وشاهد ومشهود؟ قال الشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم النحر، يوم النحر يعني يوم 10 ذي الحجة، يعني هني وشاهد ومشهود 9 ذي الحجة و10 ذي الحجة. قال له جزاك الله خير. زين، يقول ثم رأيت حلقة درس وفيها طلبة حضور يستمعون إلى شخص وجهه الدينار،
يعني شنو الدينار؟ الدينار يعني قطعة الذهب، قطعة الذهب معروفة تلمع تشرق. فالعرب إذا بيمدحون واحد وسيم جميل ويها مشرق وضاء صبوح يعبرون عنه الدينار، يعني يبرق يلمع ويها يلق. فقال رأيت هذا العالم صاحب هذه الحلقة الدينار، يعني وجهه مثل الدينار يلمع. يقول فسألته ما معنى وشاهد ومشهود؟ يقول فقال أما الشاهد فهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأما المشهود فيوم القيامة. والدليل قوله سبحانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا الشاهد. وأما القيامة فقوله سبحانه ذلك يوم مشهود له الناس وذلك يوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول وذلك يوم مشهود، يقول هذا يوم القيامة اللي الناس تجتمع فيه ويكونون أمام الله عز وجل. يقول سألت من صاحب الحلقة الأولى؟ قالوا لي عبد الله بن عمر. الحلقة الثانية قالوا عبد الله بن عباس. الحلقة الثالثة من؟ قالوا الحسن بن علي اللي جاوبه وياب للدليل من القرآن إن الشاهد النبي صلى الله عليه وآله والمشهود يوم القيامة. شوفها شلون إن مو بس لما سأل جاوب، استدل أيضا من خلال آيات من القرآن الكريم. بعد ذات مرة رجل اسمه الربيع بن صبيح، أرجع وأقول أنا ذكرت الحين الليلة ارتباط الإمام الحسن بالقرآن، لأن بعد قليل إن شاء الله عندنا تكريم ما شاء الله أبنائنا وبناتنا في المسابقة مسابقة القرآن الكريم، ما شاء الله وايد فازوا فيها، وهذا شيء مبشر وحلو ارتباط هالنش هالجيل بالقرآن الكريم. زين، الربيع بن صبيح هذا كان من الملازمين للإمام الحسن عليه السلام. يقول جلس ذات يوم عنده ودخل عليه جماعة، يقول من الجماعة اللي شفتهم دخلوا على الإمام الحسن عليه السلام. واحد دخل على الإمام الحسن سأله قال أتيتك من مكان بعيد، وهالمكان منطقة بس قحط ما في مطر وصاير جدب عندنا، فماذا نصنع يا ابن رسول الله؟ قال أكثروا من الاستغفار، قد ما تقدرون استغفروا الله. زين، جزاك الله خير، أحسنت يا ابن رسول الله، خوش توجيه وسهل نقدر عليه مقدور عليه. يقول يا بعد مدة واحد ثاني سأله قال له يا ابن رسول الله صار لي أنا مدة متزوج بس للحين مو مقسوم لي أن يكونون عندي ذرية، تنصحني أسوي شيء كذا، تعلمني توجيه؟ قال له أكثر من الاستغفار، استغفر الله قد ما تقدر، استغفر الله استغفر الله إن شاء الله. أحسنت. بعد مدة يولى ناس وكل واحد يسأل بمسألة، يا واحد وهمنا سأل سؤال بس آخر بس الوصف هو واحد، قال له يا ابن رسول الله أنا صاحب عيال وصاحب مسؤولية وأرى حالي يزداد من فقر إلى فقر أشد، فماذا أصنع؟ قال استغفر الله أكثر من الاستغفار. جزاك الله خير، خوش سهل سهالات هذا. الربيع بن صبيح يقول أنا تعجبت، قلت له سيدي يوك ناس وسألوك وما شاء الله أنت بعد محل الأسئلة وقضاء الحوائج، مثل ما قبل شوية سيد علي الهاشمي الله يحفظه ويحفظكم ذكر هالرواية أن واحد قال له يا ابن رسول الله ما نراك ترد سائلا، فقال أني لله سائل وفيه راغب، وعودني الله بعادة وعودته بعادة، عودني أن يفيض نعمه علي وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يقطع الله عادته عني. كريم سلام الله عليه، الإمام كريم بوقته بماله بمكانته بعلمه بتوجيهاته. فهذا الربيع بن صبيح قال له يا ابن رسول الله عجيب، يعني يوك ثلاثة سألوك بأمور مختلفة مشاكلهم غير مو متشابهة،
بس العلاج اللي اعطيتهم اياه واحد كله استغفر الله. هذا اللي قال لك فقير شلون الله يحول حالي من فقر الى غنى، قلت له استغفر الله واكثر من الاستغفار. هذا اللي قال لك قحط في بلدنا لا مطر لا ماي لا شيء، قلت استغفر الله ومر اهلك وقومك ان يكثروا من الاستغفار. هذا اللي قال ما عندي اولاد ما عندي ذريه، هم نفس الشيء، شلون يصير كذي يعني؟ وهو بالفعل، وانا هذه دائما اشبهها ان اكو نوع من انواع الادويه هذا ينفع لاكثر من شيء. الحين مثلا لما نقول المضاد الحيوي هذا يعالج وايد من الامور، الامراض والاعراض. طيب وهو واحد يعني يسقى بماء واحد، تقرا بالقران يسقى بماء واحد، هو الماء ماء واحد، وش كثر اللي ينتفعون منه. فمثلا فيتامينات احيانا يعطيك الصيدلاني فيتامين واحد، واحيانا يعطيك حبه واحده فيها اكثر من فيتامين، يعطيك منتج احيانا هم معالج وهم منشط وهم يعمل للوقايه وتقويه المناعه. بعد في منتجات من هالقبيل. الاستغفار نفس الشيء، الامام المجتبى عليه السلام جاوب قال هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله حق كل اللي يوني وسالوني الله اللي يجاوبهم، ما انا الا ناقل. فقال اين؟ قال على لسان العبد الصالح هود وعلى لسان نبي من الانبياء نوح شيخ الانبياء والمرسلين. تقرون انتم في سوره نوح، نوح يقول لقومه يقول لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا. شو يسوي الحين اذا استغفروا الله؟ شنو الله يسوي لهم؟ يقول يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين حدائق ويجعل لكم أنهارا. فهذا اللي ما عنده ولد ما عنده ذرية يقول بنين، الله يعطيك الذرية إن شاء الله. هذا اللي فقر عنده مثلا ها ماكو لا مال ولا شيء، يقول يمددكم بأموال وبني. هذا اللي يقول قحط لا سماء ماي فيها ولا أرض ناشفة ما فيها ماي وكذا، يقول يرسل السماء عليكم مدرارا، يقول شنو؟ يجعل لكم جنات يجعل لكم أنهارا. يقول هذا كتاب الله، بس يبي الواحد تكون عنده عقيدة يعتقد، مو بس إنه يقرأ، مو بس يقرأ. احنا كل همنا كثير منا الهم أن شهر رمضان أختم القرآن أو أقرأ قراءة صحيحة، هذا ما يكفي، العمل بالقرآن. وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله الله بالعمل بكتاب ربكم فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. حلو أنك تحسن التلاوة، تكون التلاوة تلاوة خاشعة، أمر جيد مطلوب، ولكن كل هذا من أجل التطبيق، من أجل العمل، أن يكون القرآن في حياتنا في سلوكنا تلاوة شعورا عملا. طيب وهكذا كثير من الأمور، وما بأخذ بعد الوقت أكثر. أكثر الأدعية اللي بالقنوت، أكثر الأدعية اللي بالقنوت، تسأل كثير من الناس بالقنوت أنت شو تقول؟ يقول لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء قرآني ومأخوذ من كتاب الله عز وجل. شنو المقصود هني؟ شنو الحسنة التي في الدنيا وشنو الحسنة التي في الآخرة؟ إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام سألوه فأجاب، قال الحسنة التي في الدنيا العلم والعبادة. اللي عنده حصيلة علوم معلومات معارف يدري شو يسوي، يعرف شلون يشتغل ماذا يعمل، والعبادة ليكون قريبا من الله عز وجل. أنت تسأل ربك ربنا آتنا في الدنيا حسنة علما عبادة، واللي يتعبد الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يصير مقرب من الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإمام المجتبى عليه السلام يقول الحسنة التي في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة التي في الآخرة الجنة والرضوان. طيب وهكذا. قبل لا أختم بس حبيت أشكر كل من اهتم بالنشأة والذين حضروا المسابقة، مسابقة مسجد المرحوم سيد حسن الزلزلة، وما شاء الله هذه المسابقة الخامسة،
لحفظ القرآن الكريم لجيل معين من الذكور والإناث، من أبنائنا الطلبة ومن أبناء بناتنا الطالبات. وما شاء الله تعالى الإقبال صاير كثير، وهذا معناته أن الأسر مهتمة في عيالهم ويشجعونهم إلى الالتحاق بهذه الدورات لحفظ القرآن، تلاوة القرآن تجويداً ترتيلاً، وهذا شيء مبشر مؤشر طيب. الحمد لله اهتمام الأسرة هذا ينفع الوالدين، ينفع الأسر، سمعة طيبة، في يكون نوع من الشعور بالارتياح لمستقبل هذه الذرية، إنهم يخافون الله، لسانهم مشحون بكلام الله عز وجل. هذا شيء حقيقة مفرح جدا. من جهة أخرى العدد اللي نشوفه ما شاء الله كل ما لو يزداد، السنة أكثر من العام، العام أكثر من أول العام، يعني ما شاء الله اللي نشوف المؤشر الكيف هذا المنحنى كل ما لو يصعد أكثر وأكثر، وهذا الأمر الحمد لله شيء طيب. والمستوى اللي نشوفه من الحضور اللي حاضرين أكثر من مرة وكل سنة كل ما لو يرتقي أكثر وأكثر، نشوفه فيه تقدم، وهذا يبين اهتمام الله يحفظهم الآباء والأمهات والأسر، واهتمام أيضا المعلمين الموجهين القراء فجزاهم الله خير الجزاء. والمنافسة كانت جدا كبيرة الحمد لله، والمستوى عالي، مستوى الحافظين والحافظات يعني كان المستوى متقارب من الجنسين الذكور والإناث، الحافظين والحافظات. وأكو هني نقطة يمكن الحين في البعض يعني بعض الآباء والأمهات شوي يصير بخاطرهم إذا شافوا مثلا أن غير عيالهم شوي متفوقين، طبعا كلهم متفوقين بس يشوفون أكو درجات أعلى، بس حبينا نأكد على هالنقطة أن لجنة التحكيم لجنة ترى محايدة، وهم أهل ثقة ودقيقين جدا في هالأمور، ويحبون الكل يكون مو بس متفوق بل متميز. وبعد هذا ميدان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقروا عينا وطيبوا نفسا أن اللجنة القائمين على التقييم ما شاء الله في حياد تام، أهل ثقة أهل استقامة، ويحبون الكل أنه يتفوق. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المناسبة مناسبة ولادة مولانا الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت عليه السلام مناسبة خير وبركة وسرور. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لندرك ليلة القدر، ويجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، وأن يجمع بيننا وبين القرآن، ونكون مطبقين ومتمسكين بما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله ووجهنا إليه الكتاب والعترة، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.